صباح الخير مشاهدينا الكرام، مع إشراقة شمس يوم جديد بنبدأ معاكم حلقة جديدة وبرنامج هذا الصباح، آخر حلقة في عام 2022. ساعات قليلة بنستقبل عام جديد مليء بالأمل والسعادة والتفاؤل وتحقيق الأمنيات، يا رب يجعله عام الخير والأمن والسلام علينا بإذن الله. من الموضوعات اللي هتكون معانا النهاردة طبعا تابعنا النسخة الرابعة من فعاليات قادرون باختلاف. النهاردة هنتكلم عن أهمية عمل صندوق لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوي الهمم والقدرات الخاصة. من الموضوعات الأخرى اللي معانا هنتكلم عن رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص ب 2700 جنيه وزيادة العلاوة الدورية، ده بجانب فقراتنا الثابتة في هذا الصباح ومعرفة أهم الأخبار الرياضية وأهم أخبار الاقتصاد. هنخرج لفاصل ونبدأ معاكم أولى فقراتنا، فقرة كلها حيوية ونشاط، فقرة ايروبكس. يا صباح الفل، النهارده محضرين مجموعة تمارين هنعملها مع بعض، هستناكم بعد الفاصل. رجعنا تاني وكنا اشتغلنا قبل كده لو تفتكروا بالمقاومات المطاطية، ولسه بنكمل حلقات المقاومات المطاطية. اشتغلنا في يوم عملنا عضلات الطرف العلوي، اشتغلنا في يوم تاني عملنا مجموعة من عضلات الطرف السفلي، والنهارده مكملين علشان نبتدي ان احنا نكمل تمرينات عضلات الرجلين. يمكن لو تفتكروا احنا قبل كده عملنا تمرين السكوات او الكرفساء، هنعمل دلوقتي تمرين مختلف شوية اسمه تمرين الطعن او اللانجز. التمرين ده بنبتدي ان احنا نثبت المقاومة تحت رجل واحدة، وطبعا المعروف ان احنا بنعمله احيانا من غير مقاومة، لكن احنا دلوقتي هنعمله بالمقاومة. بنخلي رجل قدام ورجل ورا بالشكل ده، وبخلي الوزن او الجرابس او القبضة بتاعت المقاومة ورا كتفي بالشكل ده، وببتدي ان انا انزل. ونخلي بالنا واحنا بنعمل التمرين ده ان انا بنزل بالرجل الخلفيه مش الاماميه، لان لو نزلت بالرجل الاماميه الركبه بتاعتي هتتجاوز مشط الرجل، فده يبتدي ان هو يعمل ضغط على مفصل الركبه، وده احنا مش عايزينه يحصل. احنا عايزين نتحرك من الركبه اللي ورا. لو اتحركت من الركبه اللي ورا هبص الاقي الركبه اللي قدام ثابته في مكانها. عايزك وانت واحنا بنعمل التمرين دلوقتي تركز على ركبتي اللي قدام وتشوف بتتحرك من مكانها ولا لا. نبدا مع بعض التمرين. لو تلاحظ ان الركبه الاماميه ثابته في مكانها، فكده انا محافظ على المفصل وفي نفس الوقت بشغل العضلات بشكل ايه. طيب هنبتدي نشوف برضو احنا هنتنفس بشكل عامل ازاي. وانا نازل باخد نفسي وانا طالع بطلع النفس. تعالوا نعمل كده. طبعا التمرين ده من التمرينات حاجه اسمها يونيلاترال او على جانب واحد، ولو اشتغلت اي تمرين على جانب واحد لازم زي ما بشتغل على الناحيه اليمين بشتغل على الناحيه الشمال. تعالوا بقى نبتدي نشتغل على الناحيه الثانيه. وطبعا نفس التكرارات اللي هعملها على الجنب اليمين هي اللي بعملها على الجنب الشمال. لو نفرض بقى ان انا بعمل 10 عدات او 15 عده على الرجل اليمين، هعمل زيهم على الرجل الشمال، ونبتدي يبقى اليمين والشمال مع بعض دي مجموعه واحده. نبتدي نكرر المجموعات دي ممكن 3 مرات او 4 مرات على حسب الحمل ده بيشكل لي. طيب بنعرف الحكايه دي ازاي؟ درجه الالم والتعب، لان المفروض ان احنا لما بنيجي نشتغل النوع ده من التمرينات بيبقى فيه حاجه اسمها لاكتيك اسيد او حمض اللاكتيك اللي بيبتدي يعمل لي وجع في العضله اللي انا شغال عليها او خدلان كده، وده بيخليني احيانا ما اقدرش اكمل التمرين، اوصل ان انا ما اقدرش اكمل. في البدايه احنا مش محتاجين ان احنا نوصل للمرحله دي خالص، ومش بالضروره ان انا اوصل للدرجه دي من التعب، لكن لما احس ان التعب او الوجع ده ابتدى يحصل في العضلات فمعناها كده ان انا الحمل بالنسبه لي ابتدى ان هو يبقى مؤثر، مش لازم ان انا اتمادى فيه في البدايه.
ممكن بقى لما ابقى منتظم على التمرين وابقى بقالي فتره طويله بتمرن مفيش مشكله، مش هيبقى فيه خوف من الحكايه دي. لكن في البدايه بنبتدي واحده واحده علشان كمان التمرين ما يبقاش بالنسبه لنا مؤلم ونقدر ان احنا نستمر عليه. طيب تعالوا ناخد تمرين تاني لعضلات الساق او السمانه او الكالفز. نبتدي ان احنا نقف كده بالشكل ده، وبرده نفس الوضع بتاع الرابر بانز، وكل اللي احنا هنعمله هنطلع بمشط رجلينا وهنرجع تاني. بطلع بمشط رجلي وهنرجع تاني. ده من التمرينات اللي ممكن تكون عايزه توازن شويه. هو بسيط وسهل بس ممكن يكون عايز توازن شويه. طيب ولو حسيت ان هو صعب ممكن اعمله كمان قدام حيطه او حاجه واسند عليها بحيث انه ده يسهل لي اكتر ان انا اشتغل التمرين ده. طبعا وانا طالع برده بطلع النفس وانا نازل باخد نفس بالشكل ده. وبنستريح. زي ما شفنا احنا كده اشتغلنا عضلتين، اشتغلنا عضلات الساق واشتغلنا عضلات الاماميه بس بتمرين مختلف، وبكده عملنا مجموعه من التمرينات سواء كان الحلقه اللي فاتت او الحلقه دي نقدر ان احنا نعملها في اي مكان بشكل سهل علشان ننمي عضلات الرجلين. خلصت تماريننا النهارده ونشوفكم في حلقات جديده ان شاء الله. مرحبا بحضراتكم من جديد، وهذه الفقرة ومجموعة من الأخبار المنوعة وآخر مستجدات على الأحداث. الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان قال خلال مؤتمر صحفي عقده بالأمس لشرح مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم خدمات الرعاية الصحية الأولية أنها بتهدف لتقديم خدمات صحية مبدئية وتشخيص أولي للحالات المرضية قبل تحويلها للمستشفيات حتى لا يكون هناك ضغط على الأطقم الطبية والطوارئ. في ظل توجه السيد الرئيس للحكومة ولوزارة الصحة والسكان على الاهتمام بتقديم خدمات صحية متكاملة على قرى ومحافظات مصر بالكامل، كان هناك مبادرة السيد رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات الرعاية الأولية. خلينا الأول نقول إيه هي وحدات الرعاية الأولية علشان نقدر إن احنا نعرف الأمراض أو نعرف الخدمات المقدمة من خلال هذه الوحدات. طبعا الوحدات موجودة في كل محافظات مصر تقريبا بتقدم خدمات سواء بقى كشف مبكر عن الأمراض، تعديل كل الإجراءات الخاصة بالمبادرات الرئاسية، صحة المرأة، تنظيم الأسرة، بعض النفقات أو العدالة من خلال توزيع ذوي الاحتياجات الخاصة والتطعيمات. كل الحاجات اللي بتقدم من خلال وحدات الرعاية الأساسية هي دي اللي احنا مستهدفينها. الأصل في تقديم الخدمات الصحية ان المواطن لما يكون عنده شكوى يروح لوحدة الرعاية الأولية، ثم إذا احتاج الأمر ان هو يروح لوحدة الرعاية الثانية أو الثالثة أو حتى الرابعة. هو ده المتبع على مستوى العالم في الخدمات الطبية حتى لا يكون هناك إرهاق ويعني وجود في المستشفى بدون احتياج حقيقي للعمليات الجراحية. الحقيقة اللي بيحصل في مصر مش كده، اللي بيحصل في مصر ان المواطن بيتوجه الى المستشفى في الطوارئ، وده بيؤدي الى ضغط على غرف الطوارئ وعلى الأطقم الطبية المتقدمين للخدمات الطبية في المستشفيات. وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان أن وحدات الرعاية الأولية بتقدم خدمات للمواطنين بجميع المدن والقرى من بداية الولادة بالإضافة للمبادرات الرئاسية ومتابعة التطعيمات والتحاليل الدورية للأطفال والفحص الطبي للشباب وصحة المرأة أو المقبلين على الزواج والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ومبادرات الصحة النفسية. طيب الخدمات اللي بتقدم من خلال هذه الوحدات هي من أول الولادة لحد فوق ما إلى ما شاء الرحمن. لو شفنا خدمات اللي بتقدم سواء من سن الولادة لحد 5 سنين هنلاقي في فحص للسمع، هنلاقي في التطعيمات الإجبارية، فحص الهرمون الغدة الدرقية، أيضا متابعة الطفل، صرف الألبان،
كل الاجراءات اللي بتتم من اول يوم في الولاده لحد سن 5 سنوات بتتم داخل وحدات الرعايه الاوليه. لو رحنا اكتر شويه من 5 ل 15 سنه هنلاقي المبادرات الرئاسيه الخاصه بصحه الطفل سواء بالانيميا والتقزم والسمنه بتتم داخل هذه الوحدات. متابعه التطعيمات ومتابعه التحليل الدوريه للاطفال بتتم داخل هذه الوحدات. لو رحنا من 15 سنه ل 21 سنه هنلاقي في مرحله الشباب والمراهقه هنلاقي الفحص الطبي، التحليلات الدوريه، كل حاجه ليها علاقه بالتغذيه، مبادره الشباب والمراهقين. لو رحنا من 18 سنه فيما فوق هنلاقي باقي المبادرات الرئاسيه اللي هي بتعامل مع صحه المراه، المقبلين على الزواج، صحه الام والجنين، تنظيم الاسره. وهنا اقف عند تنظيم الاسره لان اذا كنا عندنا قضيه سكانيه هامه جدا احنا مهتمين بها كلنا، اهم حاجه في تقديم الخدمات الصحه الانجابيه ورعايه وتنظيم الاسره هي بتتم داخل وحدات الرعايه الاساسيه. لو رحنا على المبادرات صحه المراه وال100 مليون صحه والاعتلال الكلوي والفحص المبكر على السرطان والمسوحات حتى فيروس سي بتتم داخل وحدات الرعايه الاوليه. كمان بنشتغل على اكتر من 65 سنه من مبادره كبار السن وصحه المراه، وايضا بعض المبادرات الخاصه بالدعم النفسي والصحه النفسيه. تمكين ذوي الهمم والقدرات الخاصة في مختلف القطاعات بيعكس حرص الدولة على قطاعات الدولة كافة بأهمية التحول الرقمي وتطبيقه على شريحة مهمة وهي ذوي الهمم، بهدف طبعا تمكينهم في شتى المجالات واندماجهم في المجتمع. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد تحت عنوان بناء ذوي الهمم والتحول الرقمي بمركز التعليم المدني بالجزيرة. نتابع هذا التقرير. التحول الرقمي وتمكين ذوي الهمم فكرة تتبناها الحكومة المصرية في كافة مؤسسات الدولة لرعاية ذوي الهمم وتقديم الرعاية لهم ولأسرهم. ومن هذا المنطلق عقد المؤتمر الذي جاء تحت عنوان بناء ذوي الهمم والتحول الرقمي، حيث تم استعراض كافة الجهود المقدمة لذوي الهمم في مختلف القطاعات. ودخلنا التكنولوجيا في مع ذوي الهمم، ان احنا عايزين او هدفنا ان احنا ذوي الهمم مش مجرد فئة بتاخد علاج والموضوع بينتهي، لا، دول فئة بتقعد سنين محتاجة تدريب وتأهيل. فلما ندخل كل احتياجاتهم في التحول الرقمي ده هيسهل على الأسر المشقة اللي هما بيعانوا فيها. فعاليات المؤتمر التي شارك فيها عدد من المتخصصين والإعلاميين وبعض المؤسسات عكست مدى حرص كافة قطاعات الدولة بالتحول الرقمي وتطبيقه على شريحة مهمة وهم ذوي الهمم. نحن في مكاتب التأهيل في محافظة القاهرة يتقدم إلينا بعد إجراء الكشف الطبي المميكن الذي يتقدم له ابننا أو أخونا من ذوي الهمم كي يحصل على كارت الخدمات. في هذا بعد هذه المرحلة يتوجه المواطن والابن من ذوي الهمم إلى مكاتب التأهيل، وهناك تتجلى عظمة الرقمنة والتحول الرقمي اللي حصل، إن احنا في بعد جلسة واحدة فقط يبتدي كل التقرير يرفع إلى الوزارة لاتخاذ القرار المناسب. بعض المشاركين في المؤتمر عبروا عن شكرهم لاهتمام الدولة من خلال توفير سبل الدعم والرعاية لهم في مختلف الخدمات، موضحين بعض البرامج المقدمة لذوي الهمم. أنا مبسوط بيكم. مبسوطة قوي ومبسوطة بك قوي ولاقي كل الناس وحبهم قوي وكل حبوني قوي. الفكره ان احنا عايزين ننشر الوعي بحيث ان احنا شايفين مشكله وعايزين نحل المشكله. المشكله اللي احنا شايفين في بعض الامم والشعوب تراجع مستمر وبعض الشعوب الثانيه تقدم مستمر، فبدانا نبحث وندور ايه الفكره الاصل في الموضوع ده، لان التربيه هي محور الاساس، فاحنا لو عالجنا المحور ده كل حاجه في الحياه هتتقدم وهتتطور. ويضع الرئيس عبد الفتاح السيسي ذوي الهمم في قمه اولوياته منذ توليه المسؤوليه لإيمانه الكامل بقدرتهم على المشاركة في تحقيق التنمية وبناء المجتمع. تمكين ذوي الهمم أصبح في مقدمة أولويات العمل الوطني، لا سيما في ظل دعم القيادة السياسية لهم وإعطائهم الفرصة في شتى المجالات من خلال توحيد جهود المؤسسات المختلفة. أسمع حسن، النيل.
أقامت إدارة الموسيقات العسكرية عددا من المعزوفات الموسيقية المبهجة للأطفال والأطقم الطبية والعاملين بمستشفى 57-357، وده للتخفيف من أعبائهم وإدخال الفرحة والبهجة على قلوبهم. يأتي ذلك انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة تجاه الشعب المصري ودعمها الكامل للمؤسسات الطبية التي تقدم خدماتها للأطفال بالمجان. في المتحف المصري الكبير تجمع المئات من التلاميذ لتحويل أكواب مكعبات الليجو إلى مجسمات لمنشآت الطاقة المتجددة، وتنافست فرق من الأطفال بتتراوح أعمارهم بين الرابعة والسادسة في مسابقة فيرست ليجو. في إطار فكرة تعليمية مبتكرة للأطفال، احتضن المتحف المصري الكبير بجوار أهرامات الجيزة مسابقة فيرست ليجو، والتي ضمت مئات من التلاميذ من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الرابعة والسادسة، والتي تهدف إلى تحويل أكوام مكعبات الليجو إلى مجسمات لمنشآت الطاقة المتجددة. السنة دي الموضوع عن الطاقة، وإن إزاي الأطفال بيجدوا حلول لمصادر الطاقة المستدامة والطاقة النظيفة، وزي تتخزن وزي يتم توزيعها، وزي كمان ان احنا نرشد في الطاقه. كل فريق مكون من 5 طلاب، عندنا 400 طالب ممثلين في 80 فريق، هيبتدوا النهارده يقدموا لنا اللي هم اتعلموه خلال رحله التدريب اللي مدتها 3 شهور سابقه في محافظاتهم وفي مدارسهم، جايين النهارده عشان نشوف الحلول اللي هم مقدمينها. ويضيف المسؤول أن الأطفال يتعلمون من خلال المسابقة مهارات بناء الفريق وحل المشكلات. كانت تجربة مميزة جدا للأطفال، أن هم يعرفوا كمان إيه مصادر الطاقة المتجددة، يعني أصلا رينيوبل إنرجيز، يفهموها كمان من خلال الليجوز، أن هم إزاي يركبوا كمان التروبينات وبشكل مفصل أكتر كمان أنواع الطاقات المتجددة. فدي كانت تجربة بصراحة عظيمة قوي للأطفال من سن 5 ل7 سنين، ان هم يقدروا ان هم يعرفوا كل ده وكمان يشاركوه كمان في المجتمع في المستقبل ان شاء الله. المسابقة التي تستخدم المكعبات تحمل في طياتها جانبا تعليميا تهدف لإيجاد حلول لتخزين الطاقة المتجددة وتوزيعها ونقلها من خلال إنشاء هياكل من مكعبات الليجو لتعبر عن حلول للمشكلات. واستعدادا للعام الميلادي الجديد، نتابع نشاطات دار الأوبرا المصرية الثقافية والفنية، حيث قدمت دار الأوبرا المصرية عدد من الحفلات للعرض العالمي كسارة البندق. نتابع. على مدار 5 ليال متتالية استضاف المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر استضاف العرض العالمي بالي كسارة البندق، والذي قدمته فرقة بالي أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو نادر عباسي. احنا طبعا لينا الحظ ان احنا عندنا فرقة بالي كويسة جدا ومشرفة فعلا، والعرض ده من العروض اللي هي تعتبر كلاسيكيات، لان ممكن كسرت البندق نقدمها بشكل كلاسيكي، ممكن تتقدم بشكل معاصر، فاحنا هنا بنقدمها بالشكل الكلاسيكي ليه تبقى محببة للجمهور المصري وللأطفال كمان، لان ده عرض للكبار والصغيرين بيحبوه جدا جدا، حتى المشتركين كراقصين فيها جميع الأعمار. ارتبط بالي كسارة البندق بأعياد الميلاد والعام الجديد بسبب أجوائه الساحرة وأحداثه الشيقة، والتي ينتظرها الجمهور سنويا للاحتفاء بأعياد الكريسماس والعام الجديد. لازم كل سنة أكون حضرها، لازم، وبحجزها من بدري جدا. أنا بس بشعر بسعادة جامدة جدا هنا، حاسة في مجتمع راقي قوي، و مش عارفة أقول إيه يعني. طبعا في حاجات حلوة قوي في مصر، لكن ده من أحسن. يعتبر تراديشن أو تقليد، أنا بعشق النات كراكر طبعا، والبرفورمانس رائع والأوركسترا طبعا رائعة، بس فينبهر يعني كل سنة أجي. كسرت البندق السنة دي بينورها المايسترو نادر العباسي، فده قمة. كسرت البندق دي 3 مرة أحضرها في الأوبرا هنا، يعني بتبسط فيها جدا.
مش بابا عايزة كل سنة، يعني بابا كل سنة بستناها عشان أجي أحضر. دار الأوبرا المصرية دايما بتبهرنا بكل حفلاتها، سواء الحفلة اللي كانت لسه معمولة من فترة بتاعت عمر خيرت والكونسرت كان تحفة، أو بتاعت نات كراكر اللي كل سنة كلنا لازم نحضرها، ده شيء أساسي محدش يقدر يسيبها خالص. بالي كسارة البندق كتب موسيقاه الروسية تشايكوفسكي في عام 1891 مستلهما إحدى قصص الكاتب الفرنسي ألكسندر دوما الأب، وعرض لأول مرة على المسرح الكبير في عام 1993، ومنذ ذلك التاريخ يعرض سنويا في ديسمبر احتفالا بالعام الجديد بنفس تصميماته الفنية من ديكورات وملابس وأزياء وموسيقى حفاظا على طابعه الكلاسيكي. كعادتها دائما وأبدا دار الأوبرا المصرية حاضرة وبقوة في كل المناسبات والأعياد التي تمر على وطننا الحبيب، وبمناسبة الاحتفال بعياد الكريسماس والعام الميلادي الجديد تقدم دار الأوبرا المصرية باقة متميزة من أروع الحفلات لجمهورها العريق. من دار الأوبرا المصرية أمل صبري، النيل. في قرية حراجل الواقعة شمال شرق العاصمة اللبنانية بيروت بيسعى حرفي بيدعى جوزيف عقيقي جاهدا للحفاظ على صناعة اللبادة. اللبادة هي غطاء رأس تقليدي بيحافظ عليه من خطر الاندثار. نتابع هذا التقرير. في قرية حراجل الجبلية اللبنانية الواقعة على بعد 40 كيلومترا شمال شرق العاصمة بيروت، يعمل الحرفي جوزيف عقيقي جاهدا للحفاظ على صناعة اللبادة، وهي غطاء تقليدي للرأس يصنع من صوف الأغنام. وفي ورشة عمله بالطابق السفلي في منزله يمزج عقيقي صوف الغنم بالماء والصابون الطبيعي ليصنع بعناية قبعة مخروطية الشكل. اللبادة وقت تلبسها بالساعة، أنا نحن منطقة ساعة جبلية كلها تالس، يلبسوا وقت يدفوا راسهم لأنه الصوف بدف منيح. وتوشك اللبادة على الاندثار إذ أنها غالبا ما تستخدم حاليا كقطعة زينة بدلا من كونها قطعة ملابس، ومع ذلك يعتقد عقيقي أنه يمكن الحفاظ على تلك الصناعة التقليدية ونقلها إلى الأجيال القادمة. وتعلم عقيقي المهنة عندما كان يتابع حركات جده وهو يعمل في الورشة، إلا أن ابن أخيه إيلي البالغ من العمر 5 سنوات يمكث حاليا إلى جواره ليشاهد جميع خطوات صنع تلك القطعة الفريدة. أنا لما تعلمت اللبادة كان عمري 18-20 سنة، كنت أقعد حد المرحوم جدي ويقعد يشتغل فيها، تعلمتها منه. هلا ابن خي عمره 5 سنين وخيه الكبير عمره 10 والثاني عمره 8، بيقعدوا بيتفرجوا علي بيشتغلوا معي، إن شاء الله يتعلموها، إن شاء الله خير، ونتمنى إنه يتعلموها ويكافوا فيها يحافظوا عليها. وتصنع اللبادة يدويا في كل مراحل الإنتاج بدون قوالب أو آلات، وبالتالي قد تختلف القبعات في الحجم والشكل. وعادة ما كان عقيقي يعرض منتجاته في مختلف المعارض ويبيعها لشركات والزبائن، إذ يصل سعر القبعة الواحدة إلى حوالي 20 دولارا، إلا أنه وبسبب الأزمة الاقتصادية التي ألمت بلبنان انخفض الطلب على المنتج يدوي الصنع. أعلنت الحكومة البرازيلية الحداد الرسمي لمدة 3 أيام لوفاة أسطورة كرة القدم بيليه عن عمر يناهز 82 عام، وده بعد معاناة كبيرة مع مرض سرطان القولون. نتابع. رحل أعظم من لمست قدماه كرة القدم، فانفجر الحزن في قلوب محبيه بسائر أنحاء العالم. رغم أن معظمهم لم يستمتعوا بمشاهدته لاعبا، إلا أن سمعته ولمساته الساحرة لم تغب عن الأذهان. المئات تدفقوا إلى مستشفى ألبرت أينشتاين في مدينة ساو باولو، حيث قضى الأسابيع الأخيرة في رحلة علاج طويلة، ومنها أعلن نبأ الوفاة إثر فشل العديد من أعضاء الجسم نتيجة تطور مرض سرطان القولون. مئات آخرون هرعوا إلى استاد مدينة سانتوس حيث مسقط رأسه الذي بزغ فيها نجمه ولعب لفريقها معظم مسيرته،
وفيها سيرقد جثمانه في مثواه الأخير. وفاة الملك بيليه كما يحلو لأنصاره وصفه شكلت صدمة لعشاق كرة القدم، وصارع نجوم اللعبة وقادة العالم للإشادة بالنجم الراحل بدءا من لاعبي ومدربي ومشجعي كرة القدم وصولا إلى رئيس الفيفا وحتى رؤساء الدول والحكومات. الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته جاير بولسونارو أعلن الحداد الرسمي 3 أيام حزنا على من وصفه بالشخص الذي حمل اسم البرازيل في العالم أجمع وحول كرة القدم إلى فن وفرح. وسيكون لمحبي بيليه اللاعب الذي أحدث ثورة في عالم كرة القدم فرصة أخيرة لوداعه، حيث من المقرر أن يسجى جثمانه الاثنين المقبل في ملعب سانتوس قبل أن يدفن في اليوم التالي في المدينة نفسها. قبل مغادرته على متن زلاجته من روفانيمي بفنلندا في الدائرة القطبية الشمالية، قال سانتا كلوز للحشد الذي جاء لزيارته إن أعظم أمنية للناس هي تهدئة العالم. وقبل أن يبدأ سانتا رحلته حول العالم لتسليم الهدايا للجميع، استقبل الحشد في قرية سانتا كلوز وأعطى أول رسالة بمناسبة عيد الميلاد، وهي إن أمنيته للعام الجديد أن تتحول السنة العاصفة إلى اتجاه أفضل وأكثر سلاما مع عيد الميلاد. وقال بابا نويل للجميع إن الوقت قد حان للتهدئة والتركيز على من يحتاجون للمساعدة أو مجرد صديق، متمنيا لجميع الحاضرين عيد ميلاد سعيد. ثم انطلق سانتا في مركبته المزلجة التي يقودها الرنة ملوحا للحشد أثناء مغادرته. تم تحويل شارع سكني عادي في العاصمة الفلبينية مانيلا إلى أرض كريسمس للعجائب، حيث كذب مئات من الزوار يوميا بأضوائه المبهرة والملونة والديكورات الاحتفالية والسقوط المستمر للثلوج الصناعية. وقاد عملية التحويل رائدة الأعمال الفلبينية إيريني تان عن طريق إقامة ديكورات مثل عشرات من تماثيل الكريسمس ذات الحجم الطبيعي وألاف من أضواء الكريسمس المنسقة بشكل معقد، وأكثر من 50 كيس من الملح الصخري الذي يغطي الرصيف لخلق شكل شتوي في حي باكو. وخلال فترة وباء كورونا فقدت رائدة الأعمال التي تبلغ من العمر 55 عاما كل من زوجها ووالدتها، ولكنها قالت إن الابتسامات على وجوه الناس ساعدتها على التأقلم مع خسارتها. وأكد سكان المنطقة والأحياء المجاورة إن الأضواء المبهجة والديكورات لم تدخل السعادة على الأطفال فقط ولكن للكبار أيضا. ودلوقتي نتعرف على أحوال الطقس ودرجات الحرارة، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء. وتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة لمعتدلة وارتفاع الموج فيه من 0.5 متر إلى 1.25 متر، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2 متر. طقس اليوم لطيف نهارا بارد ليلا، والصغرى بالقاهرة 11 درجة. وبكده مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الفقرة وأهم الأخبار المنوعة وآخر مستجدات على الأحداث، لكن فقرات هذا الصباح مستمرة معكم بعد الفاصل.